وضعنا المعيشي صحيح سيء، بس ما حدا يموت من الجوع، مزبوط؟ بس وضعنا اجتماعيا سيء، نفسيا سيء، معنويا سيء، يعني وين ما نلتفت ما في شيء يعني يريحنا أو يعطينا أمل أنه المستقبل الجاي أحسن. يعني كل شيء يشير أنه الجاي لسه أسوأ من الشيء اللي إحنا به هسه، يعني منهارين. أطفالنا قدامنا ما لهم مستقبل، دراسة ما بي، 11 واحد هسه على الصبيح يطلعون، زوجي يشتغل، البنيات يحوشون قطنا الكبار هن، وعندي بحت بنتي 10 عمرها 10 سنين تشتغل، يعني بشتها حت ما نركب صوبة من كثرنا يعني من النفس دافية. شو بدنا يعني، وضع سيء. الحمام الطبخ، يعني الطبخ والحمام والمنامة والمعيشة كلها صارت بغرفة واحدة. مي مصيبة هذه حد ذاتها مصيبة. المسلحين قاعدين بجريتنا ولا ظلينا من أول مرة، يعني وقضبنا كل شيء ما راح، الحز راح كل شيء، راح أراضينا بيوتنا السقف الشبابيك البوب. يعني هسه إذا بدنا نرجع على شنو؟ ما ظل شيء نرجع عليه، يعني ما في وسيلة معيشة غادي تنرجع. شلون نرجع إذا ما انحلت الأمور مزبوط وعرفنا نرجع ونقدر نمشي ونشتغل؟ شلون نريد نرجع؟ نرجع حتى سقف ما بي آوينا، سقف ما بي، شباك ما بي، باب ما بي، وأني راجع على أرض بها عدو، يعني إذا شلون ما نقدر نرجع؟ أروح أجيب خبز وحجار.